ولمناقشة ملف هيمنة ميليشيات الحشد الموالية لإيران على العراق ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر الأستاذ مصطفى كامل، مرحبا بك معنا. حياكم الله وحيا مشاهديكم الكرام. تحت أنظار المالكي الكاظمي كان هناك استعراض لميليشيات الحشد في الذكرى الثامنة لتأسيسها بفتوى للمرجعية، كيف تقيم هذه المسيرة على مدار هذه السنوات الثمانية الماضية؟ مع أن تاريخ هذه الميليشيات أو الجزء الأساسي من هذه الميليشيات يمتد إلى عقود طويلة قضتها دائما في أعمال الخيانة والتجسس وقتل العراقيين وتعذيب الأسرى العراقيين، إلا أن واعني بالذات ميليشيا بدر وميليشيات حزب الدعوة الإرهابية، إلا أن هذه السنوات الثمانية أكدت بما لا يقبل الشك الطبيعة الإجرامية والطائفية والعنصرية والحقيقة الطبيعة الوحشية لهذه الميليشيات التي قتلت أبناء العراق وتحديدا العرب السنة في محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى وديالة والتأميم، واستولت على جرف الصخر في محافظة بابل، وأيضا يعني قتلت العراقيين الثائرين الشباب العراقي الثائر في بغداد وفي تسع محافظات أخرى ضمن ثورة تشرين. وبذلك أكدت هذه الميليشيات سواء القديمة منها أو التي استحدثت بعد احتلال العراق، أكدت أنها لا تنتمي لهذا البلد ولا تنتمي لشعبه، وأن لديها الأجندة الخاصة بها أو التي تنفذها، وهي أجندة إيرانية بالدرجة الأولى والأخيرة لقتل العراقيين. ونذكر أنها كانت جزءا بشكل أو بآخر من الغزو الأمريكي للعراق، لأنها ساهمت فيه بطريقة أو بأخرى، وخاصة ميليشيات بدر الإرهابية. وما زلنا نتذكر موقف أبو مهدي المهندس وهو يشرح على الخارطة طبيعة تقدم القوات الأمريكية لاحتلال بغداد في العام 2003. نعم، كيف يمكن تفسير حضور السفير الإيراني محمد كاظم الصادق لهذا الاستعراض أستاذ مصطفى؟ هوية هذه الميليشيات، وهي بالمناسبة لا تخفي ولاءها ولا تخفي انتماءها، وكما قلنا ليس لديها من رابط يربطها بالعراق على الإطلاق إلا بقدر التمول من المال العراقي، وإلا بقدر قتل العراقيين وإفقارهم والاعتداء على أموالهم وممتلكاتهم وأعراضهم. حضور هذا السفير وهو الحاكم الإيراني للعراق، يعني حاكم الاحتلال الإيراني للعراق أو ممثل الاحتلال في بغداد، يؤكد هذه الطبيعة ويؤكد ولاء هذه الميليشيات للجانب الإيراني. هي أيضا كما قلت لا تخفي ذلك برفعها للأعلام الإيرانية وبرفعها للشعارات الإيرانية ولصور المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي. الكاظمي الذي حضر في هذا الاستعراض والذي يقول دائما إنه جاء نتيجة لتظاهرات ثورة تشرين، كيف يمكن حضور ومباركة هذه الاستعراضات للعام الثاني على التوالي؟ كذبة يتذرع بها الكاظمي ويتبجح بها الكاظمي للحديث عن أن ثورة تشرين هي من جاءت به، والحقيقة أن هناك تصريحا مهما ويعني جديرا بالانتباه في هذا الموضوع بالذات، وهو تصريح قيس الخزعلي الذي زعيم ميليشيا أصائب أهل الحق، وهو يتحدث عن أنهم جاءوا أن مصلحتهم هي من جاءت بمصطفى الكاظمي في هذه المرحلة. وأنا أعتقد أن هذا أن وجود الكاظمي الذي جاء بتوافق بين مقتدى الصدر وهادي العامري بالدرجة الأولى وبقبول الميليشيات وب يعني تبرير أو منح ثقة من إسماعيل قاني، أنا أعتقد أن وجوده الآن في هذه المرحلة يحقق كل أهداف الميليشيات، لأنه يسمح لها بالتغول دون أن تكون هي في الواجهة التي يعني تتصدى لغضب الشعب، لأن الشعب غاضب على الحكومة أو على السلطة في الحقيقة، لأنه لا وجود لحكومة شرعية في العراق، غاضب على السلطة وعلى أجهزتها، في حين أن الكاظمي يتلقى هذه وأجهزة السلطة التي تقع تحت يده تتلقى هذه الغضبة الشعبية، في حين أن الفائدة
تقع في سلال هذه الميليشيات الإرهابية التي تتغول على حساب العراقيين وعلى دمائهم وأموالهم. المالكي أيضا كان له موقف من هذا الاستعراض بعد وصفه الميليشيات، ميليشيات الحشد تحديدا في تسريباته الصوتية بأمة الجبناء، قال اليوم إن الحشد هو درع العراق، كيف يمكن قراءة هذا التصريح؟ يعني هذا التصريح منافق لا قيمة له، هو التصريح الحقيقي والموقف الحقيقي الذي يعبر عنه أو الذي يعتمل في نفس الكاظمي هو أن المالكي أن هذه أمة الجبناء، وهو يتحدث عن أنها أمة الجبناء لأنه يريد مزيدا من القتل ومزيدا من الإرهاب ومزيدا من الدماء، هو لا يكتفي بكل هذه الدماء التي سفكتها ميليشيات الحشد الشعبي ولا بالأموال التي سلبتها ولا بالأعراض التي انتهكتها، لذلك هو يطالب بالمزيد لكي لا تكون هذه الميليشيات أمة الجبناء، هو يطالب بأن يكون هذا الحشد أشبه بالحرس الثوري وهو أعلن ذلك بشكل صريح، بمعنى أنه يتسيد على كل المناحي في العراق ويكون أقوى من كل حالة أخرى أمنية أو عسكرية أو إدارية أو حتى خدمية أو اقتصادية أيضا، هذا هو المطلوب لكي لا يكون الحشد أمة الجبناء، وليس أن يكون أن تكون هذه القوة في خدمة العراق، لأن هذه القوة لا يمكن أن تكون في خدمة العراق وهي أصلا لم تنشأ في بخدمة العراق وحتى لخدمة العراق والعراق والدفاع عن العراقيين، وحتى ما يقال من أن المرجعية الشيعية العليا هي من أسستها هذا كلام غير صحيح، لأن كل الإثباتات تؤكد أن السليماني المقبور سليماني ومن خلال أذرعه مثل حسين تقوي والآخرين هم الذين أسسوا هذه الميليشيات وأخرجوها من خلال فتوى المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني كما يقال. شكرا لك الأستاذ مصطفى كامل رئيس تحرير صحيفة وجهات نظرة.